توحشتكم برشا والله، توحشتكم برشا من قلبي، من خنخيش قلبي، ها؟ من صواصيم قلبي. أشعل صابر الرباعي المطرب التونسي حفله في دمشق برقصه الشرقي. فأنا سعيد اليوم بوجودي معكم في حضرتكم، حضرة هذا الجمهور العزيز. ومن طرائف الحفل أنه أخطأ باسم صفاء سلطان وقال عنها أمل عرفة، ثم علق على الموضوع العتب عن النظر. أكتب بقلبي والله شباب، مش مختلفين على بعض على فكرة، ما شاء الله حين حلوين، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. عتب عن النظر وينك مش معي خلاص. وكان الرباعي قبل حفله قد تعرض لحملة ممنهجة لإلغاء حفله في دمشق، متهمين إياه بالتطبيع لأنه تصور مع معجبة إسرائيلية، لكنه رد أنه لا يعرف كل من يتصور معه، وهذا الأمر حصل أيضا مع الفنانة نانسي عجران. أنا سعيد اليوم بوجودي معكم في حضرتكم، حضرة هذا الجمهور العزيز، واليوم جايين محملين بالحب والياسمين وعطر الياسمين والورد ليكم فردا فردا، على صبركم، على صبركم على الظروف، وعلى إحساسكم بالحياة والحب والحرية اللي أنتم لازم تعيشوا فيها، الحرية اللي هي تخليكم تخليكم في أوج العطاء متاعكم، لأن سوريا الحضارة، سوريا الإبداع، سوريا الثقافة، سوريا كل شيء جميل فيها يستحق أن يكون خارج سوريا، في سوريا وخارج سوريا، يعني كل الوطن العربي.